السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. عندي 300 زوج من الأحذية الجودة العالية. على نبدي نبدي على بركة الله نشوفكم إياه، على بركة الله نشوفكم إياه. باوع الكرتون الأول، الشروع عبارة عن 10 كراتين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 كراتين الكرتون ب 30 زوج، يعني الشروة كلها 300 زوج. الزوج ب 4 دولارات، أشوفكم البضاعة فالشي راقي كلش. باوع شوف الشغل مالته شلون حلو. البضاعة روعة ككواليتي وكشكل، وحتى العلب مالتها باوع. طبعا هذا الكرتون بي تقريبا هذه موديلات، فطلعت من جوا هذه موديلات وعرضتها. شوف هذا، شوف الشغل مالته. هذا الكرتون بي بس واحد موديل اللي هو هذا الموديل، قياسات مختلطة روعة. الكرتون الثالث هذا بي تقريبا موديلين، شوف شلون حلو، كلها قطع قوية وجودة عالية. باوع شلون حلو. باوع يعني بضاعة روعة. هذا الكرتون مختلط أربع أو خمس موديلات، قياسات مكسرة، يعني مثلا هذا الكرتون مثلا لقيت به بعض القياسات، هذا الكرتون مختلط موديلات مختلط قياسات، هذا نفس الشيء، فمو قياسات كاملة، يعني مو كل القياسات موجودة، لا، هي بضاعة مختلطة، لكن هو اللي تشوفه هي هاي راح تجيك 10 كراتين. شوف هذا باو، يعني بها قطع كلش قوية روعة. شوف هذا باع الشغل مالته. شوف هذا شلون حلو. هذا اللي هو هذا الكرتون، هذا الكرتون طلع عندي به موديل واحد، موديل واحد مختلط قياسات. شوفوا يعني احذيه مرتبه كلش. الورع طلع عندي هذا هذا الموديل، هذا الكرتون ايضا واحد موديل واحد كرتون مختلط قياسات، يعني هذا الموديل موجود من عندك كرتونين، هذا كرتون وداخل كرتون. شوف القطعه شلون حلوه، طبعا هذا جلد، كله جلد صناعي اكيد، الجوده مالته ممتازه واضح من الشكل. هذا الكرتون بي بس نوعيتين، بهذا النوع وبهذا النوع، خلنا نجيبهن. الكرتون هذا بي فقط نوعين، ايضا مثل ما تشوفون البضاعه كلش مرتبه. شوف شكلها، شوفتكم سبع كراتين وبعد ثلاث كراتين، بعد ثلاث كراتين تعالوا هنا نشوفكم اياهم. لا تشري، هذا عندك واحد وهذا اثنين وذاك واحد اخير. باوع هذا شلون حلو، باع الشغل مالته بارز شلون حلو. باوع هذا الموديل، العلب طبعا نظيفه 100% مثل ما تشوفون، هاي العلب مالتها. هذا الموديل، شوف الشغل مالته شلون مرتب. هذا الموديل، هذا واحد موديل الكرتون مختلط قياسات، وهذا الكرتون الاخير اللي هو بس بهذه الموديلات. هذا اخر كرتون من البضاعة، ايضا مطعم مثل ما تشوفون، مطعم بجلد، فالشيء كلش جميل. باوع شوف شلون حلو. هاي خلصت، خلصت هاي عندنا، صار 10 كراتين 300 زوج، الزوج ب 4 دولارات، قياسات مختلطة. الفيديو هذا لهذه البضاعة، يعني مو اشوفك هاي وانطيك غيرها، لا، انا البضاعة كل البضاعة اللي عندي بالمستودع كل بضاعة بها فيديو، يعني هذا الفيديو تجيك هاي البضاعة، فبضاعتك هاي هي 300 زوج، تاخذ الكمية كلها 300 زوج، الزوج ب 4 دولارات. شايفين الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله، مع السلامة.